السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي على مختصر النواوي، لأنه تدريب الراوي للسيوطي إنما هو شرح فيه مختصر النواوي للإمام النووي رحمه الله في مصطلح الحديث، ذكر 90 نوعا من أنواع مصطلح الحديث، زاد يعني على مختصر الإمام النووي هو التقريب، حتى وصل إلى 90 نوعا من أنواع المصطلح. إذا قرئ هذا السفر إن شاء الله يكون فيه كلام أوسع من مثل هذا.